السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي المشاهدين، واصل معكم آخر الأخبار المؤثرة في الأسواق العالمية. أكد نائب رئيس الوزراء الروسي أن بلاده لا تخطط لتصدير النفط الخام أو المنتجات البترولية إلى الدول التي تقر سقفا لأسعار النفط. وذكر الإسكندر نوفاك في بيان أن روسيا ستقوم بإعادة توجيه إمداداتها النفطية إلى شركائها الذين يستخدمون السوق لتحديد الأسعار أو لتقلص إنتاجها من الخام. وأضاف نوفاك وضع حد أقصى على سعر النفط الروسي سيؤدي إلى تراجع الاستثمار وعجز محتمل في المعروض من الخام وأي سلع تشهد تطبيق هذه الآلية. وتضررت معنويات المستثمرين في الأسواق الخطرة من المخاوف بشأن احتمالية تجديد الصين للقيود المرتبطة بالوباء بعد إعلان تسجيل حالات وفاة جراء كورونا لأول مرة في 6 أشهر. وقالت رئيسة بنك الاحتياطي الفيدرالي في سان فرانسيسكو إن بعض الباحثين وجدوا أن مستويات التجديد المالي في الاقتصاد الأمريكي تعتبر أعلى بكثير من المستويات الحالية لمعدلات الفائدة. ويترقب المستثمرون صدور محضر الاجتماع الأخير لمجلس الاحتياطي الفيدرالي يوم الأربعاء المقبل قبل أن تتوقف التداولات في اليوم التالي احتفالا بما يسمى بعيد الشكر. وقادت أسهم التكنولوجيا الخسائر في وول ستريت، حيث هبط سهم آبل كما انخفض سهم أمازون وتسلا على الترتيب. وأعلنت لجنة في مجلس الشيوخ الأمريكي أنها ستعقد جلسة استماع في الأول من ديسمبر المقبل بشأن انهيار منصة FTX للعملات المشفرة. وكما عانت صناعة العملات المشفرة من حالة تشكيك وخسائر حادة بعد إعلان منصة FTX إفلاسها في 11 من نوفمبر الجاري بعد تعرضها لأزمة سيولة. وكما نفى وزير الطاقة الإماراتي سهيل المزروعي يوم الاثنين انخراط الدولة الخليجية في أي نقاش مع أعضاء آخرين في تجمع أوبيك بلس لتغيير أحدث اتفاق بشأن الإنتاج، مضيفا أنه صار حتى نهاية عام 2023. وقال المزروعي على تويتر: نظل ملتزمين بهدف أوبيك بلس تحقيق التوازن في سوق النفط وسندعم أي قرار لتحقيق هذا الهدف. كان معكم أحمد أبو طه، طابت أوقاتكم.